أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة اليوم نتوقف فيها عند مخرجات اجتماع مجلس الوزراء وحديث تبون عن الاكتفاء الذاتي. ترأس تبون أمس اجتماعا لمجلس الوزراء تناول حسب بيان للرئاسة مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وعروضا منها مشروع الربط بين شبكات الكهرباء لشمال وجنوب البلاد، حملة الحصاد والدرس لهذا الموسم، التدابير المتخذة لعصرنة أنظمة الدفع الإلكتروني وبالنقال ومشروع إنجاز مركز استشفائي جامعي بولاية تيزي وزو. وبحسب بيان الرئاسة أعطى تبون عدة توجيهات لأعضاء الحكومة بمتابعة صارمة لانشغالات المواطنين والشباب، لكن اللافت أن الإبراز الأكبر في البيان وفي الإعلام الذي أصبح الخاص فيه أكثر مزايدة على الحكومة حديث وزير الفلاحة عن توفير الجزائر 1,200,000,000 دولار لفائدة خزينة الدولة عقب الانتاج الوفير المحقق هذا الموسم من القمح الصلب، والذي وضع الجزائر على مقربة من الاكتفاء الذاتي التام، كما جاء في البيان الذي أشار إلى أن تبون شدد على أن الاكتفاء الذاتي التام أصبح قريب المنال بإنتاج 80% من القمح الصلب. 80% من القمح الصلب يقول بيان الرئاسة. ويقول تبون وغير أن بحثا بسيطا على النت يكشف أن هذا الرقم الذي سارعت الأذرع الإعلامية لإظهاره على أنه إنجاز كبير كان من المفترض في الحقيقة أنه تم تجاوزه العام الماضي حسب وزير الفلاحة حينها الذي صرح آنذاك أن نسبة إنتاج القمح الصلب بلغت 95% من الاكتفاء الذاتي. فمن يصدق من؟ اجتماع مجلس الوزراء ناقش مشروع قانون لذوي الاحتياجات الخاصة وعروض أخرى، منها مشروع ربط شبكات الكهرباء لشمال البلاد بجنوبها وحملة الحصاد والدرس، مستعرضاً تدابير أنظمة الدفع الإلكتروني ومشروع المستشفى الجامعي في ولاية تيزي وزو، وتوسيع المساحات المزروعة جنوباً لزيادة إنتاج القمح الذي بلغ 1.2 مليار دولار، ومشروع إنجاز مستشفى جامعي في تيزي وزو بسعة 500 سرير من قبل شركة كوتيدر، إضافة لدراسة إمكانية تقوية شبكة الكهرباء في ولاية الجنوب وربطها بالشمال، ومخطط تمويل خطوط السكك الحديدية ومستثمرات بالكهرباء ضمن المشروع. تبون أسس توجيهات للحكومة على ضوء اضطرابات اجتماعية بدون تسميتها، كما أن بيان الاجتماع خلا من أي إجراءات عقابية أو محاسبة لمقصرين في التنفيذ. معنا في النقاش بداية من الجزائر من تبسة بالذات الدكتور أحمد طرطار الخبير الاقتصادي السيناتور السابق. دكتور أحمد طرطار، اجتماع مجلس وزراء مرة أخرى، الكثير من العناوين الكبيرة، الكثير من الإبراز الإعلامي، ولكن الكثير من الجزائريين يقولون لا ترجم على الواقع في الواقع لكثير من الكلام في هذه الاجتماعات المتواصلة التي تحظى بكل هذا الإبراز. مرحبا بك استاذ جمال، مرحبا بمشاهديك الاكارم. هو في الحقيقه هذا المجلس هو استمرار لمجالس سابقه في الحقيقه، وتم التركيز على كثير من المشاريع اللي كانت مبرمجه في السابق واللي اعطيت لها توجيهات لازمه حسب مصادر مخرجات مجالس الوزراء السابقه، وعلى اساس انها تتوج في الواقع الملموس. لكن يبدو أنه هناك تلكؤ في توفير الاستثمارات اللازمة، هناك أيضا تلكؤ في عملية التنفيذ ودراسات الجدوى في كثير من المشاريع المختلفة، وهذا ما أدى للعودة إلى هذه المشاريع
كل مرة مثلا نتكلم على ربط الشمال بالجنوب من حيث الطاقة الكهربائية. هذا الكلام تداول منذ أزيد من شهر من خلال الوزارة المعنية ووزارة الطاقة والمناجم، وتم إقرار إمكانية توصيل لهذا المنتوج المهم وبقية المنتوجات الطاقوية البديلة إذا كانت موجودة، خاصة الغاز باعتباره صديق للبيئة بعد الطاقة الشمسية وغيره من الطاقة الأخرى، إلى كل ربوع الجنوب الكبير، بما يؤدي إلى يعني توفير استدامة في تدفق الطاقة الكهربائية باتجاههم. ونحن نعرف بالجنوب خاصة بين فصلي النصف الثاني من فصل الربيع والنصف الأول من فصل الخريف، بالإضافة إلى فصل الشتاء، يستهلك كثيرا من هذه الطاقة جراء طبيعة المناخ اللي يشاهد هنا. في التواصل مع الدكتور أحمد طرطاهر، طبعا فيما كان في اجتماع مجلس الوزراء الحديث عن الدفع الإلكتروني وبالنقال، وطبعا الكثير من الكلام عن الرقمنة كذلك في اجتماعات مجلس الوزراء. دكتور أحمد طرطاهر، هل أنت معنا؟ نعم، معك أستاذ جمال. إيه. تفضل تفضل، انقطع الاتصال فيما تفضل. قلت أن معظم هذه الأفكار اللي تم تداولها في مجلس الوزراء الأخير هي أفكار لمشاريع سابقة، وتم التنصيص عليها في كثير من اللقاءات السابقة، خاصة في صلب مجلس الحكومة أو مجلس الوزراء، أو حتى في سياق يعني أحاديث مختلفة، إما للسيد الرئيس أو للوزراء المعنيين بالقطاع. لافت. لكن يبدو أن هناك تلكؤ في تنفيذ مثل هذه. نعم، ألو. تفضل 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 دكتور. يبدو أن هناك تلكؤ، ويعني عدم وجود دافعية لتتويج هذه المشاريع، إما ربما بسبب نقص السيولة المالية، ربما بسبب وجود البيروقراطية في كثير من مناحي ومفاصل الدولة الجزائرية، وربما إلى أن دراسات الجدوى لم تكن يعني دراسة مكتملة وجيدة، بما يؤدي إلى يعني عطالات في عملية يعني في عملية التنفيذ. أعتقد أنه مثلا تزويد الجنوب الكبير بالطاقة الكهربائية، هذا المشروع مشروع واعد بكل يعني معنى الكلمة، لكنه تم تداوله منذ أكثر من شهر ونصف، وبالتالي المفروض أنه يكون يعني ما يبقاش حتى ينتظر مجلس الوزراء ويعيد التذكير به، وكيفية ربط الأنابيب، هل هي من أو بالأحرى ربط الأسلاك الكهربائية، هل هي عبر الأعمدة أو هي من تحت الأرض أو ما شابه ذلك. يعني هذه كلها أمور تقنية ليست في الحقيقة من في صلب اهتمامات مجلس الوزراء، إنما هي جوانب تقنية يجب العمل على تفعيلها من خلال طبعا ما جاءت به دراسات الجدوى، اللي كانت المفروض دراسة متأنية، دراسة اقتصادية، توفير الملاءة المالية، توفير الإطار البشري، القدرات الإنتاجية الموجودة وكيفية تزيدها عبر مراحل، من خلال فكرة يعني خرائط جونت المعروفة أن المشروع يتبع مشروع. نفس الشيء بالنسبة للرقمنة، تم اشترارها كثير من في كثير من اللقاءات، وفي كثير من يعني حتى المعارض، وفي كثير أيضا من اللقاءات، لكن للأسف الشديد لا زالت تراوح مكانها. لا زلنا لحد الساعة لم نصل إلى تتويج الحكومة الإلكترونية بالمعنى التام، وبالتالي ما زالت يعني الملفات بتاعنا تتخبط خبط عشواء، رغما وعن يعني طيب. ما يسمى بالنظام الوطني البيومتري، لكن ما زال لحد الساعة ملفاتنا يعني ثقيلة بالأوراق إلى آخره من المعطيات الأخرى. أستاذ جمال، طيب، لافت الدكتور أحمد، يعني الكثير من الجزائريين تابعوا أمس اجتماع مجلس الوزراء، وعلى الأقل على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام، الكثير من وسائل الإعلام أبرزت ما قاله وزير الفلاحة بأنه تم توفير لفائدة الخزينة مليار و200 دولار، وانه انتاج وفير من القمح الصلب هذا العام يضع الجزائر على مقربة من الاكتفاء الذاتي التام. تبون شدد على ان هذا الاكتفاء
اكتفاء ذاتي قريب، نتابع مثلا صحيفة الشروق أو التلفزيون الجزائري 80%، صحف أخرى أبرزت ذلك أنه 80% يقترب الاكتفاء الذاتي من الجزائر، بينما الذي يذهب دكتور طرطار إلى الإنترنت بحث بسيط يكتشف أو نسمع يكتشف معنا اسمع معنا ما يقوله وزير الفلاحة حينها أنه نسبة إنتاج القمح بلغت العام الماضي 95%، يعني أكثر من هذا العام. هل هو إنجاز كبير أنه يتراجع الإنتاج ب 15%؟ اعتبر إنجازا يقرب الجزائر، أم أنه يأتي في سياق كذلك الحملة الانتخابية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية؟ نتابع تصريح وزير الفلاحة حينها. بالنسبة للقمح صل، أنا عندنا كان عندنا إنتاج كبير جدا، حوالي نقولوا بلي كنا نقدروا بالنسبة للقمح الصلب نغطيو حوالي 90 حتى 95% من الاحتياجات الوطنية، إنتاج إجمالي 41 مليون قنطار، فيه نصيب كبير حوالي 70% من 65% عفوا من القمح الصلب، هي يعني كافي لإنتاج العجائن، إنتاج الأمور كذلك. بالنسبة للقمح اللين هي عندنا عادة، هي قولوا طاولة التغذية لاستهلاك يعني كبير بالنسبة للقمح اللين. إن شاء الله البرنامج تاعنا للمدى المتوسط، خاطر تطلب بعض السنوات يعني اللي الناس عندهم الإمكانيات التقنية، عندهم القدرات، عندهم كذلك الخبرة بالنسبة لإنتاج القمح اللين، إن شاء الله راه عندنا يعني. دكتور طرطار ما رأيك؟ الإنتاج كان العام الماضي الاكتفاء الذاتي، نسبة الاكتفاء الذاتي 95%، العام هذا يتم إبراز 80% على، ويتحدث عنها تبون ويبرز في الإعلام بالعواجل وغيرها، وبل العكس أنه يتم الرجوع سنظهر يعني قصاصات صحف مواقع جزائرية وأجنبية أنه بالعكس 2019 مثلا تم الاكتفاء الذاتي، بل في 2020 كان هناك زعم حتى بأنه الجزائر اكتفت من القمح من كل الحبوب وصدرت حتى الشعير مثلا ونماذج كثيرة. دكتور أحمد طرطار من نصدق من يعني؟ العام الماضي كانت 95%، الآن 80% أصبحت إنجازا كبيرا. فكرة الرقم هذا لم تتوج جيدا ولم يتم يعني تمثيلها وامتلاكها بصورة جيدة، ولا توجد لدينا مراكز إحصائية واضحة ومعلومة، حتى الديوان الوطني للإحصاء في الحقيقة ما زال لحد الساعة عاجز على إبراز هكذا يعني أمور، ومقارنة الإنتاج مع مستوى التصدير مع مستوى الاستيراد. إذا كانت تقول أنا عندي اكتفاء ذاتي 90% وأنت تستورد 50%، إذن أنت تكذب على نفسك. نفس الشيء هنا، هناك خلط بين فكرة يعني إنتاج القمح الصلب اللي هو 80% حسب تصريحات مجلس الوزراء الأخير، وبنعية القمح اللين واللي هو يستخدم استخدام كثيفا، والوزير في السنة الماضية يتكلم على 65% من القمح الصلب ويتكلم على 95% من القمح اللين. لكن في كل نهاية، هل مثلا لما نروحوا لفاتورة الاستيراد لسنة 2023 والنصف الأول من سنة 2024، هل هناك استيراد للقمح سواء كان اللين أو الصلب، وما هي نسبة هذا الاستيراد مقارنة مع الإنتاج الفعلي؟ ثم أضف إلى ذلك لازم آلية توفير هذه المنتوجات الفلاحية، هو ما هوش راجع يعني صح، ربما كانت هناك مجهودات للدولة من خلال الفنديارة اللي هو صندوق الدعم الفلاحي، واللي كثير من القروض ذهبت إلى بعض المستثمرين وكثير منها تم تحويله في اتجاهات أخرى، لكن تبقى الأمور مربوطة بالمبادرة. لما تم تعفيز فكرة المبادرة وفي المناطق الصحراوية وتمكين الفلاح من حد أدنى من المساعدة سواء من خلال يعني حفر الأبار أو تمكين من بعض المعدات أو من بعض، سنأتي ذلك. هناك في المقابل ما له رؤية أخرى أنه هذه المخاطر أيضا، حتى هذه الزراعة الآن واستثمار القطريين وحتى أيضا الإيطاليين، ولكن أشرت إلى القمح الصلب والقمح اللين، لا يتم ذكر ذلك الجزائريين على أساس إنجاز كبير
العام الماضي كانت 95%، لما تراجع الآن أصبح 80%، أصبح إنجاز كبير، مع أنه الجزائر تستورد أكثر القمح اللين، ليس كذلك؟ اللي في الفارينة وغيره. أكيد، لأن القمح اللين هو الذي يستخدم في المفاسد وينتج الخبز بشكل أكبر، والجزائري مستهلك الخبز بشكل يعني كبير وكبير جدا، وكذلك كثير من المنتجات اللي هي مرتبطة بالمرطبات وغيرها تدار من خلال القمح اللين، وبالتالي فاستهلاك القمح اللين يمثل يعني أكبر نسبة بكثير من القمح الصلب. ما القمح الصلب فقط يستخدم في معظم الحالات بالنسبة للسميد والكسكس وما شابه ذلك، أما بقية المنتجات الأخرى فيتم من خلال القمح اللين، باعتبار القمح اللين هو أولا من حيث التكلفة هو أقل تكلفة، من حيث سعره في السوق الدولية هو أقل من سعر الآخر، ومن حيث نهم الاستهلاك وشرح الاستهلاك اللي هو موجود عند المواطنين من خلال تناول الخبز بشكل كبير، والطاولة الجزائرية دائما وبدن حبلة بالخبز واستهلاكة الخبز كبيرة وكبيرة جدا. يبقى معنا دكتور أحمد ترتار، انضم إلينا دكتور حميد علوان الخبير الاقتصادي عبر خدمة سكايب. في نفس السياق، طبعا في سياق التصريحات والتصريحات المتناقضة، نسمع تبون وحديثه بالمناسبة فيما يتم الحديث عن إنجازات كبيرة في الزراعة، نسمع ما يقوله عن المساحة المزروعة، ومثل ما في كان في سياق كلامه حتى عن رؤوس الأغنام أنه كان هناك تغليط، أنه وكذا، وأن يكون هناك كذب في الأرقام، يعني بما معناه نتابع. وصل وزير من الوزراء قال عندنا 27 مليون رأس، واحد يقول 23 مليون، واحد يقول بالتحكار لا ببري. أول مرة درنا جرد وش عدنا لقينا 17 مليون، هذا هو الرقم الرسمي. لما درنا جرد حقيقي في كل ولايات بالدرون، ما هي الأراضي المحروطة والأراضي الغير البور، وعمرنا ما حرطنا أكثر من 1,800,000 أكثر 3 ملايين، هذه خرافة كما حكاية جحا وحكاية الغول وحكاية قال مزارع أنا مودجية، واش عندي فيها المزارع النموذجية؟ ما فيها حتى شي نموذجي، فيها إنتاج من يجي وقت الدلاع دير الدلاع ولا دير البطيخ ولا دير ملعفور، وراه النموذجي. واش شاعر أننا ما نشبعت بزاف على الاستقلال الغذائي نتاعنا، ما نشبعت، خصنا برك غي خطوات نديروها ونديروها بيقين، ما نديرهاش مرغم ولا نديرها لأن قالوا لي ديرها نتيقن. دكتور حميد علوان مرحبا بك، نتوقف عند مخرجات اجتماع مجلس الوزراء، ولكن الإبراز الأكبر لو تابعت أمس كان عن قصة 80% الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب على أساس أنه إنجاز كبير، بينما كان الإنتاج العام الماضي وزير الفلاحة الذي عينه تبون ثم أقاله قال أنه وصلنا 95% في الحقيقة، بينما الجزائر تستورد أكبر ما تستورد هي القمح اللين، يعني اللي به الفارينة والخبز، ويتم تقديم هذا على أساس أنه إنجاز، ويعني تصريح والتصريح متناقض تبون، أو يتم الخطاب الرسمي الحديث عن إنجازات فلاحية كبيرة، ولكن في نفس الوقت هو يقول عملنا إحصاء بالدرون، بالعكس ليست المساحة التي يتم الترويج لها، وأنه حتى في هذه المزارع النموذجية ليس هناك مزارع نموذجية، قصة جحا والغول، يعني كنا نسمعه بالصوت والصورة يقول ذلك، ما رأيك؟ شكرا جزيلا، تحية سلام لك للمشاهدين سي جمال، ضيفك سي طرطار، عيد مبارك، تحية خاصة للدكتور أحمد طرطار من تبسة. أقول أن سي جمال لما نشوفوا هذا البيان تاع مجلس الوزراء فعلا هو جاب عدة بنود وعدة نقاط هي إنجازات عظيمة للجزائر، لكن ما يلام على هذا البيان هذا جاء عبارة عن تعبير أدبي فقط، ما كانش لغة الأرقام تتكلم، إن رقم واحد اللي مدوه هو 1,200,000
ألف دولار يعني الخزينة العمومية راح تستفاد، لأن عندنا اكتفاء ذاتي كما جاء في سؤالك، عندنا أكثر من 80% من الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب. أنا كملاحظ فقط أعتبر نفسي ملاحظ ونقول إذا كان موسم الحصاد هذا وين بدأ؟ يعني مازال ما كملناش موسم الحصاد، كيفاش عرفوا باللي عندهم 80% يعني اكتفاء ذاتي؟ مش عارف منين يجيبوا هذه الأرقام وكيفاش. هو هناك ما قال ربما تقديرات المساحة المزروعة، فتوقعوا يعني مع أنه طبعا إشكال، هذا موضوع إشكالي ويكون يمكن تجاوزه، أنها ربما توقعات. تفضل. ليش نمشي معك للتوقعات؟ يجوز لكل دولة ولكل وزارة ولكل هيئة ومؤسسة أنها تعمل تقديرات عبر علوم دقيقة، من بينها الإحصاء، من بينها الرياضيات، من بينها الريشيرش أوبيراسيونال كذا، ونوصلوا إلى تقديرات تنبؤات فعلا. لكن ونعطيك مثال يعني على هذه العملية اللي تجرى في مختلف الدول. شوف لي مثلا فرنسا الآن يقول لك الانتخابات راح يكون الفائز بكذا نسبة يعني لا تختلف، تكون تقريبية 3-5%، هذا هو يعني الخطأ راح يكون هنا، التغيير راح يكون في هذه النسبة هذه من 1-5%، لأن عندهم المعطيات، عندهم الإحصائيات، عندهم أماكن ومكاتب وتقليد في أنهم يأخذوا المعلومة من مصدرها وبأدوات تقنية عالية جدا. اليوم حنايا لما نتكلموا على التقديرات تاعنا، إذا رحنا التقدير تاع الميزانية نلقاو باللي الميزانية التكميلية أكثر تقريبا من الميزانية الفعلية، نبداوها ب 50 دولار وبعد لازم نطلعوها ل 60-70 دولار. دائما عندنا اذا التقديرات تاعنا لا يعتمد عليهم في اننا ناخذوا هذا الرقم ونتبجحوا به، واننا هما بالمناسبه ذكروا رقم انه تم توفير 1.2 مليار دولار للخزينه بسبب هذا الانتاج الوفير اللي لم يبدا كما هشرت، لم يبدا يعني حمله الحصاد والدرس لم تبدا، بعد هناك انتاج وفير وتم توفير من الان 1.2 مليار دولار، مليار و200 دولار. هذا هو السؤال الذي يطرح هنا، يا تصبح الناطق الرسمي أو مثل هكذا بيانات. أنا نستغرب لما يحروا بيان عن مجلس الوزراء يترأسه رئيس الجمهورية وزير الدفاع وكذا وكذا وكذا، وبعد يجي فيه كلام كما هذا. أنا ما نقبلوش الكلام هذا، لأن لماذا؟ أنا قلت لك كملاحظ فقط، مانيش خبير اقتصادي، لا أعتبر نفسي خبير اقتصادي وكذا وكذا وبلغة الأرقام أتحدث، أتحدث بلغة المنطق فقط. الموسم الحصاد مازال ما بداش، تتمدى شيفر تاع 1.2 مليار دولار، يعني غريب امرهم. ولا ولا لا لا كان يمكن ربما حتى في سياق، يعني هل هو كيف يمكن نفسره؟ يعني تناقض بروباغندا لاعطاء صوره انجاز، مع انه المفروض لو كان الكلام عن الانجاز كان يمكن التباهي برقم العام الماضي 95% افضل، وانه تم توفير المفروض اكثر، أم أنه كلها في سياق دعاية الانتخابات الرئاسية واقترابها؟ سي جمال نزيد نروحوا إلى ما يقوله سي عبد المجيد. يقول لك بأن هذا الإحصائيات على المساحات المزروعة وكذا قمنا بالدرون وحسبنا الخرفان. الدرون هذا اللي ما يشوفوش الجزائريين هو انفيزيبل. الدرون حاجة يشوفوها الناس أنها قامت بعملية، لو كان قالوا لنا عن طريق مش عارف الساتل ممكن نأمنوهم، قال يا ودي ونحن راح نشوف. لكن لما تقول لي الدرون، بعدين الدرون هل وزارة الفلاحة هي اللي تملك الدرون أو وزارة الدفاع هي اللي تقوم بهذه العملية؟ أو ما لازم نفهمه، ما يرميوناش كلام هكذا فقط، لأن هذا الكلام اللي يقولوه اللي غير المجنون اللي يتقبله، العاقل ما يتقبلوش. بعدين أنا نروح معك إلى أبعد سي جمال، ما جاء في البيان أنا نعتبره بالجانب السياسي هو حملة انتخابية. لماذا؟ حملة انتخابية للعهدة الثانية. إذا كان سي عبد المجيد تبون رشح نفسه، أنا نقول لك كيفاش يعني بعد 5 سنوات اليوم جاونا مشاريع مستشفى في تيزي وزو، لأن تيزي وزو ما 2019 ما مشاوش للاقتراع، ما مشاوش للانتخاب. اليوم هل بهذا المنطق فعلا راح نقنعوا الجزائريين على اساس اننا مشروع اوبيتال، مشروع مانيش عارف انا وشنو في تيزي وزو، مستشفى جامعي ب 500 سرير في تيزي وزو، يعني ماشي غير هذا، كاين مصنع ثاني مش عارف واش راح يديروا تم. علاش لماذا بدات؟ لاننا عندي القراءه واللي من حقي ندير هذه القراءه،
ان منطقه تيزي وزو كانها ولايه خاصه في الجزائر. احنا عندنا اكثر من 58 ولايه، كاين ولايات ما عندهم والو، على الاقل تيزي وزو كاين مستشفى جامعي، كاين مستشفى واحد اخر، كاين كلينيك، كاين كذا، معنوي راهي قريبه من العاصمه، معناتها القبائل اللي يسكنوا في تيزي وزو قدر يتنقلوا في مصطفى المايو، يتلقى القطار التنيه لكذا، ولكن المناطق الاخرى أنا كيكون عندي، لكن المناطق الأخرى فيها مشمولة مثلا في موضوع الربط الكهربائي في الجنوب، تقوية الشبكة الكهربائية في كل من بشار وأدرار ورقلة وعين صالح ريثما يتم ربطها بالشمال نظرا لزيادة احتياجات مناطقنا الجنوبية بالكهرباء خلال فصل الصيف. شوف سي جمال، مشاريع مثل هذه في بداية حملة انتخابية راح يترشحوا للرئاسية، يدعوا بأنهم يقولوا لجنة مستقلة وأن الانتخابات ستكون ديمقراطية وشفافة، وكاين من ترشحهم بينهم ثلاث سنوات ترشحوا. أنا نقول بأن رئيس الجمهورية إذا كان في خمس سنوات المشاريع تاعو، اليوم رانا في نهاية سنة، يعني ما منحقوش يعلن على مشاريع هكذا ويمد ديزونفلوب وعنده خطة طريق وكذا وكذا، وبعد يجي رئيس واحد آخر، وربما إذا كان فعلا هذه الانتخابات تكون نزيهة وكذا ممكن يجي رئيس واحد آخر يبدل كامل البرنامج. معناتها الشيء اللي درناه والشيء اللي رانا نعلنوا فيه ونقولوا للجزائريين عليه يعني ممكن ما يتحققش، ممكن يجي واحد آخر يقول لك ما نديرش أوبيطال في تيزي وزو، ندير أوبيطال مش عارف أنا في الجنوب مثلا. لهذا أنا نقول بأن لازم تكون عندنا مصداقية مع أنفسنا قبل الوزراء هادو اللي يديروا مجلس وزراء وميقولوش يا سيادة الرئيس، هذه الأرقام هادو اللي نمدوهم للشعب وإحنا مازال ما بديناش بداية الحصاد، كيفاش رايحين نقنعوا الناس؟ طيب هناك هناك أيضا فقرة لافتة، طبعا تبون كان قال بأنه الجزائر قادرة على تصدير الكهرباء عبر مدها عبر البحر إلى إيطاليا مثلا، لأن يوجه رئيس الجمهورية يأتي في بيان اجتماع مجلس الوزراء، وجه رئيس الجمهورية وزير الطاقة باعتماد تقنية مد خطوط الكهرباء في باطن الأرض بدلا من الأعمدة، لا سيما في المدن، تعزيزا للأمان من التأثيرات الطبيعية وتفاديا للخسائر. ما رأيك؟ تبون أيضا أمر بتضمين هذا المشروع مخطط تموين السكك الحديدية بالكهرباء المزمع وضعها عبر مختلف المشاريع في جنوبنا الكبير، وكذلك الاستثمارات الفلاحية. سي جمال، لكن الشيء اللي معقول ومنطقي هو ان لما نتكلموا على تصدير الكهرباء اليوم في نهايه العهده تاع سي عبد المجيد، على الاقل يعطينا في مجلس الوزراء تاعو، لهذه مجلس الوزراء راه متغيروا اكثر من اربع حكومات وشحال من وزير راح وجا، على الاقل يعطينا شحال صدروا مثلا من الكهرباء، وين وصل هذا البرنامج، ما هي الاتفاقيات اللي جرت مع هذه الدول، مبدئيا واش درنا، ما نجيش نعاودوا نرجعوا بوان زيرو ونقولوا يا ودي لازم نروحوا للصحراء والجنوب وكذا وندير لكم تريشي، يعني نفس الحكايه تاع الحمله الانتخابيه الاولى اللي كانت اون 2019، ندير لكم قطار تاع من راسة المراه الماكيده تدي دراهم، الجزائري كيجي خارج من البلاد يسافر الى دوله واحده اخرى وعيب يدي 100 اورو، لكن بعد خمس سنوات مازالها 100 اورو، نديروا مصنع السيارات لكن اليوم ما كاش مصنع السيارات، نديروا هذا الكلام خلاص فاتوا الزمن، لذلك يا ريت يغيروا منطق الإعلانات تاعهم. على ذكر ايضا هناك في موضوع الفلاحه وتوفير هذا المليار قبل حتى حمله الحصاد مثل ما اشرت، تبون في موضوع الاكتفاء الذاتي يأمر بتحديد هدف استراتيجي للوصول الى توسيع المساحات المزروعه بالجنوب الى 500 الف هكتار، خاصه مع استثمار قطر ل 117 الف هكتار وايطاليا 36 الف هكتار. طبعا كان على اساس انه كان في ايطاليا اتفق مع ايطاليا زراعه، ايطاليا التي ليس لها صحراء، مشروع زراعي مع استثمار لسنا ندري من يضع الاموال في تيميمون الصحراويه. ما رايك؟ وقطر طبعا هذا يبدو انه عنده علاقه بمصنع الحليب، مع انه طبعا اشكالات كبيره قطر، لا يعني اذا كان فعلا هناك اسس علميه لهكذا كلام على اساس انه في ادرى. ما رايك دكتور حمد؟ شوف سي جمال، نكونوا لوجيك شويه في الكلام. لما نجوا ناخذوا ايطاليا ونقولوا راح نجي نديروا معها شراكه في الزراعه وفي زراعه الاراضي وكذا، هل ايطاليا بين الدول الاوروبيه هي تمتاز بانها دوله فلاحيه؟ لا. انا لو كان جا قال لي مثلا نديروا صناعات ميكانيكيه نقول له اوكي،
لو كان جا قال لي نديروا معاهم لي بومب هيدروليك نقول له اوكي، كان جا قال لي نديروا مانيش عارف وشنو صناعه حاجه واحده اخرى بتروكيماويات والتكرار كذا لي زونغري وكذا نقول له اوكي. لكن لما نجي نقولوا الفلاحه انا نعرف بلي ايطاليا لو كان قالوا لنا مثلا راح نديروا مع روسيا مقبول، روسيا بلد فلاحي معتمدة أنها تزرع القمح اللين والقمح كذا وعندها أدوات وآليات وتكنولوجيا عالية نتقبلوها. لكن ما يجي يقول لي إيطاليا، إيطاليا يبقى لها بالنسبة لي هذا كلام، يبقى كلام سياسي فقط. ثانيا كي تقول لي أنت تجي تديروا مصنع الحليب مع قطر، هذه الشركة في حد ذاتها ما يسيروهاش أصلا قطريين جايين من النرويج ومن كندا ومن كذا، الأولى روح ندير مع لي كنديان ندير مع لي هولندي مثلا. طبعا شركة ولدت في 2017 فقط مع حصار قطر يعني بالمناسبة. يا سي جمال حتى هذه الشركة روح شوف المانجر تاعها والليدرشيب تاعها ما همش قطريين أصلا. طيب لا نمضي، يبقى معنا دكتور حميد علوان، نمضي الآن أيضا إلى، طبعا جاء في اجتماع مجلس الوزراء توجيهات من تبون، لافت أنه جاء الاجتماع المفروض على خلفية الاحتجاجات في تيارة على الماء، بينما يبدو طرح التساؤلات أنه هناك يعني ما يبدو غيابا للمفروض هذا الموضوع الملح، وأيضا في مناطق أخرى هناك مشاكل واحتجاجات على انقطاع المياه الصالح المياه، وأيضا معاناة الكثير من المواطنين خاصة مع الصيف والحرارة. مجلس الوزراء يعترف ضمنيا بالتقصير في حق المواطن والزهد في محاسبة مقصرين. بيان المجلس أشار لمجموعة من التوجيهات العامة أملتها موجة احتجاجات اجتماعية. الرئيس أمر بتسهيل توظيف الشبان بمرافق قطاعي الشباب والرياضة بولايات الجنوب، مجدداً توجيهاته لأعضاء الحكومة بمتابعة صارمة لهموم المواطنين مع التواصل الدائم، طالباً من مسؤولين إعلام المواطنين إبلاغهم مسبقاً بتذبذب تزويدهم بالماء والكهرباء. توجيهات الرئيس اعتراف ضمني بالتقصير الحاصل في التكفل بانشغالات المواطنين. الأخطر من ذلك تأكد الرئيس من تخلف مسؤولين عن تنفيذ أوامره وتوجيهاته وتيارة نموذجاً. مع ذلك سجل زهد في اتخاذ أي إجراء ضد متقاعسين لرد الاعتبار لهيبة الرئيس وأهمية توجيهاته، مما أثار استغراب متابعين وصدمة مواطنين اعتبروا ذلك اقتناعا من الرئيس بحجية المؤامرة. دكتور أحمد طرطار أعود إليك، ما رأيك يعني الاجتماع اللافت، هناك توجيهات من تبون طبعا توقيتها الآن وضرورة الاهتمام بمشاكل المواطنين، وكان يبدو غابت قصة الماء وتيارة الاحتجاجات في تيارة، وطبعا كان هناك خطاب في بعض الأذرع الإعلامية نفسها التي أبرزت رقم 80%، أن هناك مؤامرة وهناك من تقصير وغيرها، ولكن لا ترجمة أو لا أثر لمثل هذا في بيان اجتماع مجلس الوزراء. المفروض أن هذه النقطة بالذات اللي هي ناقشها مجلس الوزراء واللي يعني حدثت حولها لغط كبير في الجوانب الإعلامية اللي هي مرتبطة احتجاجات وتوفير في الحقيقة حاجات الناس مثل ما وعد السيد تبون في الحملة الانتخابية 54 منذ، واللي حاول أن يجسد البعض منها، لكن للأسف الشديد كنا نتكلم على تغطية مناطق الظل. تغطية مناطق الظل هي توفير يعني الماء والكهرباء والمدرسة والمسلك الريفي والمستوصف وغيره للناس في يعني أقاصي المناطق القاحلة. لكن إذا كان احنا في تيارة والإنسان لا يصله الماء فهذه إشكالية أخرى، يعني أنه ما قدرناش نحافظوا على الحواضر ونوفروا لها مستلزماتها، فما بالك بالنسبة لمناطق الظل. إذن أعتقد أنه كان حري بمجلس الوزراء أنه يكون مجلس لي يعني ودراسة إحصائية لمآلات المشاريع التي كانت مبرمجة
في عهد الرئيس الأولى ونسب حتى في يعني هذا السياق كان هناك المفروض اجتماع مجلس الوزراء، كان هناك المفروض مناقشة هذه المشكلة في تيارت، وتبون أعطى أوامر لإيجاد الحل في 48 ساعة. انتظر السكان المنطقة بعدها بأسبوعين، ومع العيد احتجوا لأنه لم تتحقق الوعود. دكتور طرطار، دكتور طرطار هل أنت معنا؟ يبدو أنه فقدنا الاتصال بالدكتور طرطار. يعني للأسف هي حلول ظرفية، حلول ظرفية للأسف هذه، وبالتالي ليست مقرونة يعني بتواصل عمل سياسي اجتماعي اقتصادي ممتد في الزمان ومراعي لكل الجوانب المختلفة، بما يؤدي فعلا إلى تتويج المشاريع. إذن نحن نتكلم على تروية مناطق الساحل، الجزائر العاصمة وهران يبدو أننا نفقد. سنحاول العودة إليك دكتور طرطار. دكتور حميد علوان، ما رأيك في هذا الموضوع؟ وطبعا وقصة كنت تشير الجانب السياسي، قصة الآن توجيهات ضرورة التكفل بمشاكل المواطنين، طبعا مشكلة كبيرة في تيارت وموجودة في مناطق أخرى. مشكلة المياه يعني لا أثر لها في هذا الاجتماع مثلا، مع أنه طبعا في المرة السابقة كان هناك اهتمام كبير، وتبور أعطى أوامر بضرورة إيجاد حل عاجل للمشكلة. شوف سي جمال، الشيء جميل جدا في هذا مجلس الوزراء أنهم ما يطرقوش مثل هذه المشكلة، لأن لو يطرقوا ليه راح يزيدوا للطين بلة. لأن لما رئيس جمهورية يتخذ قرار ويقول يعني بعد ما تلسانه دون 48 أور يفو ريكلي لو بروبلام في ولاية تيارت، ومن بعد لي 48 أور ما صراش، وعلى هذا كان من الافضل انهم ما يطرقوش لهذه المشكله. بعدين ربما يلقاو الحل، او الحل اللي هو اليوم يعلن والي ولايه تيار جو بونس ولا واحد من المسؤولين يقول دون 7 موا، دون 7 موا رايحين اون ريغل بروبليم. بيان سور دون 7 موا ممكن جدا نطيح الامطار، تتساقط الامطار بغزاره ويتعمر السد وتصبح وتعود المياه الى مجاريها. لذلك المشروع هذا على ما اظن هو حكايه نرجعوها للقضاء والقدر وننتظروا ما تملي علينا السماء وكذا. ثانيا الحاجه اللي هي غريبه جدا، اذا تسمع خطاباتهم ولا ما نظنش انهم ينساو، اذا كانوا ينساو لهذه الدرجه ولا ممكن ينساو، لان الوزراء اللي داروا ديكلاراسيون ذاك الوقت راحوا، ولا اللي كانوا يمدوا الارقام لسعد مجيد تبون مشاو جاوا واحد اخرين. لما انت تعلن وتقول في يعني في القنوات وفي الصحف وفي اللقاءات مع الصحافة الجزائرية تقول باللي 80% من هذا السكان اللي راهم على برا يعني خارج العواصم الكبرى راهم عايشين سعداء وقضينا على الأزمة، 80% و 80% من سكانها راهم عايشين في سعادة كبيرة. بعدين اليوم نلقاو باللي ما كانش هذه السعادة، انها السعادة على المركب المريح والبيت المريح والزوجة الصالحة، هذوما الثلاثة اللي احنا نعرفوهم في ديننا. احنا أقل شيء اللي هو البيت المريح اللي ما فيهش الماء يصبح بيت غير مريح. بالمناسبة أيضا من توجيهات تبون في السياق أنه وجهها بمباشرة عمليات ربط وطني للسدود، لا سيما الكبرى، منها وفق خطة مضبوطة زمنية. يعني طبعا يعني الكثير من الإنشاء يعني خطة مضبوطة زمنيا وربط وطني للسدود. إيه وين راه هذه الفترة الزمنية هذه؟ وين يعطوها لنا سيدي؟ فترة زمنية غير محدودة اللي ميتي. أنا قال فلا، قال الجهة الفلانية إذا كان صح عندنا ناس يخدموا تيرا وعندهم دي ستاتيستيك وثابتين من الكلام تاعهم يعطونا أرقام حقيقية كان ديلي بيان بريسيز كما يديروا كامل الدول. بعدين أنت لما يجي سعد المجيد تبون يتكلم بالكلام أنايا نثق فيه أكثر، لما صارت مثل هكذا أزمة يجي ويأخذ أول قرار هو أنه يقيل الوالي مثلا، الوزير اللي هو مكلف بالموارد المائية، قال وين كنتوا؟ لماذا خليتوا ولاية بكمالها فيها برسك 200,000 بيطان ولا مش عارف شحال؟ يعني بلا ما في الصيف في العيد في يعني مشكل كبير. هذا السد كما تكلمنا في بلاطو يعني في بداية الأزمة، وقلت بأننا هذا السد ما نشفش ما نضناش الصباح ولقيناه ناجح. لا، معناتها كان إجراءات تركين فشل. الفشل هذا ما نعوضوش ببيان تاع اجتماع وزاري. لا، نعوضوا بأفعال، على الأقل نعتذروا من الشعب الجزائري، على الأقل ما نزيدوش نترشحوا إلى عهدة ثانية لأننا فشلنا.
وهذا يخلي الشعب الجزائري يحترم سي عبد المجيد تبون اكثر. لذلك لما نجي بعد 5 سنوات نوصلوا الى ازمات متتاليه، ازمتها اخرتها هو ازمه المافيتيات. بالمناسبه في موضوع الماء كذلك تبون يوجه وربطا بالفلاحه بتحسين مردوديه الهكتار، لا يجب ان يقل في الجنوب عن 55 قنطار في الهكتار لما تملكه هذه المناطق من امكانات عملاقه لا سيما الماء والكهرباء. في الجنوب كان الكلام على اساس ليس هناك تناقض على اساس ربط مناطق الجنوب بالكهرباء لان هناك اشكال في الكهرباء. لو كان هناك منطق ليس المفروض الجنوب الجزائر فيه طاقه شمسيه، دول جاره مثل اسبانيا تستعمل الطاقه الاسبانيه، المشروع الذي كان الالمان يريدون انجازه في الجزائر تم تحويله للمغرب. المفروض الصحراء ليس نقل الكهرباء من الجنوب، ليس كذلك. وايضا حتى مردوديه القنطار في الجنوب، يعني الجنوب بالظروف المناخيه والحاجه الى الكثير من المياه في عالم جزائر تعاني اصلا من الماء. شوف سي جمال، ما تزيدش تضغط عليا بتفسيرات كما هذو من طرفك انت، لان انا قلبي ديجا راهو ضارني، انت راك راح تزيد ضارني اكثر. لماذا؟ انا نقول لك نصنف هذا الكلام في صنف عبد المجيد تبون بعض من اللسان ويقول لي بون دوتيغ ما لازمش يفوتوا 40 دينار. اليوم البارح افونتيا شريتها ب 100 دينار. انا شريتها ب 100 دينار، دوك نفس الكلام نفس التصنيف، يعني ما راحش يخرج على هذا الاطار، يبقى مجرد كلام في بيانات وكأن نخاطبوا ناس بدون عقول، ولذلك غني له واش تحب قول واش تحب. بالمناسبة تبون كان اليوم في افتتاح طبعا 55 للمعرض الجزائر الدولي نتابع. قليل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على افتتاح الطبعة 55 لمعرض الجزائر الدولي بقصر المعارض الصنوبر البحري. وكان في استقبال رئيس الجمهورية الوزير الأول والفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ووزير التجارة وترقية الصادرات. وحضر الافتتاح نائب رئيس جمهورية تركيا جودت يلماز ووزيرة الأسرة التركية ماهينور أوزديمير أكوكتاش. طبعا على ألغام الموسيقى التركية وبحضور رئيس أركان الجيش الذي كان في استقباله الوزير الأول وزير التجارة، وأيضا في سياق الحديث عن الدكتور أحمد طرطار معرض الجزائر الدولي، تركيا ضيف شرف، لافت أنه في نفس العناوين التي أثارت طبعا الجدل، كان هناك قبل أيام اجتماع في وزارة الصناعة على أساس والعنوان أنه زيادة ب10% من جلود الأضاحي، مما يعطي انطباع بأن هناك زيادة في إقبال الجزائريين على الخرفان. هذا ألا يزيد ربما، كان الدكتور حميد علوان يقول لي ما تزيدليش، ألا يزيد من يقرأ مثل هذه العناوين يعني يزيد على قلبه، أنه بينما الواقع يقول بالعكس أن الجزائريين بنسبة قياسية هذا العام ما عيدوش، لم يستطيعوا شراء أضاحي العيد لأنها غالية، بينما تزعم وزارة الصناعة بأن هناك إقبال على مادة على زيادة ب10% على جلود الأضاحي. يعني هل هذا الموضوع بهذا الضخامة الذي يحتاج أصلاً اجتماع للوزير وبحضور وإبراز ذلك؟ وللأسف الشديد أستاذ جمال كثير من الأمور يعني تمارس بشكل خاطئ للغاية، مثل ما أسلفت وكان بدي أنه لما تكلمنا في محور الفلاحي كان بدي نتكلم على أنه حتى في 17,000 فراس غنم وكذا لم تمكن الجزائريين من الحصول على الأضحيات اللازمة، ثم أنه حتى إذا كان أنت في شهر رمضان حاولت أن تعدل الأسعار من خلال استيراد الخرفان الرومانية، لما لا تقدم على نفس
شهر في عيد الأضحى، وتعرف بالجزائرية الأسرة الجزائرية متمسكة بهذه الشعيرة إلى أبعد الحدود. لماذا تحرم يعني 50% من الجزائريين دون أضحية؟ هذا إشكال كبير، وبالتالي لا توجد يعني هناك مراعاة للجوانب الاجتماعية اللي هي مكرسة للأداء الاجتماعي للأسرة الجزائرية وغيرها في هذا الأمر. ثم أنه لما نتكلم على فكرة جمع الجلود، هذا الأمر يعني متاح منذ القدم، ويتم التذكير بإمكانية جمع الجلود استخدامها في الصناعة المختلفة وتسخر مختلفة، لكن لم نرى مردودها في الواقع المعيش. هل أن جمع هذه الجلود بالشكل المجاني وتضخيم يعني المادة الأولية للجلود، هل أعطت إمكانية لتشغيل مصانع الجلود الجزائرية خاصة بالنسبة للقطاع العام اللي كانت تتبع سوليباك سابقا، أو بعض المنتجات يدخل فيها الصناعة الجلدية؟ هل هناك يعني تدني التكاليف جراء وجود المادة الأولية بلا ثمن؟ إشكالات في الحقيقة، يعني نمارس الاقتصاد بلا روح اقتصادية وبلا فعالية اقتصادية، وهذا هو اللي خلى الإشكالات قائمة وخلى حتى برامجنا مهما ولا نستطيع تتويجها إلا من خلال كلام منمق، كلام معسول فيه كثير من المغالطات وكثير من يعني التوجيهات التي يراد إليها. للأسف انقطع الاتصال. دكتور أحمد طرطال، على كل نشكرك جزيل الشكر، الخبير الاقتصادي. ما راح نزيد عليك دكتور حميد، لن أسألك على ارتفاع نسبة جمع الجلود الصالحة لهذه السنة ب 10% مقارنة بالعام الماضي، واجتماع طويل عريض للوزير الصناعة الذي هو أيضا وزير الصناعة الصيدلانية. الكثير من الكلام يعني الذي يتابع الاقتصاد لا يصدقه، كما كنت تقول دكتور حميد علوان، وحتى الكثير من المواطنين البسطاء يعني الذين لهم يعني قليل من المنطق يعرفون أنها كلها كلام في كلام. لماذا يتم الاستمرار في هذا؟ هل هي حالة إنكار، محاولة إقناع الجزائريين، أم ماذا يعني؟ شوف، لما ما يكونش حياد مع برنامج، لما يكونش مشروع مجتمع معين، لذلك أظن لازم تنتظر مثل هكذا تصرفات. أنا كنت يعني لخصت الحكاية هذه تاع الجلود و10%، مانيش عارف أنا العيد مازال كان في يعني في اليومين الأولين، كيفاش عرفوا بلي كاين زايد 10%؟ هل قدروا في ظرف يومين يعني يليموا كما يقولوا بالدارجة كل هذه الجلود ويحصيوها؟ وعبر التراب الوطني وما قدروش، حتى الخرفان الأحياء ما قدروش يعدوهم، قدروا يعدوا الخرفان الميتين ما قدروا في الخناتو والجنود تاعهم. والله غير راسي جمال، أنا كنت كتبت على كل حال على الفيسبوك منشور صغير وقلت ردوا بالكم تكرهوا بلادكم، وخاطب الجزائريين بقلب قاسي بقلب يتقطر دم، قلت لهم ردوا بالكم تكرهوا بلادكم مهما كذبوا عليكم، هاد البلاد غالية علينا، ثم تكذبوا علينا ما راحيش تنجم، راحين تبقوا في نظر صوف اللي راكم دايرين في بالكم باللي هذا شعب معتوه ولا شعب مسحور. كاين حالتين، اما احنا مسحورين او اننا معتوهين او اننا رانا سكرانين، وما نظنش الشعب الجزائري مسلم، ما نظنش. على هذا يفرق بالفيلم تاع الانسبكتور طاهر ربي يرحمه لما قالوا له برانتي وش كانوا في حفله غنائيه ليليه، قالوا وش ندير لهم؟ قالوا غني خرط برك لانهم ما راهم سكرانين كاع. احنا ما ناس سكرانين يا ناس، انتم اللي راكم في السلطه، الشعب هذا ماهوش سكران وماهوش مسحور، راهو صبار فقط. لذلك لازم تغيروا اللهجه تاعكم، لازم تبني وديروا مجتمع يكون صح يفكر فيكم بطريقه على الاقل تخليه. لذلك على ذكر المرجعيه، طبعا الافلام الجزائريه، في الجزائريين ايضا يتفكروا كرنفال في دشره، الفيلم المرجعي في موضوع الوعود الانتخابيه وندير لكم الطماطيش وغيرها، المخلوف سي مخلوف البومباردي. هل تجاوز المشهد اكثر من كرنفال في دشره يعني؟ شوف، حتى الكرنفال في دشره
شوف سي عثمان عريوات اللي هو فنان قادرين نخلقوا في الجزائر منه اعجوبه، شكاش خلصت عليه؟ يعني حتى الكرنفال في نصر ما سلكش. دونك المنظومه هذه اسمح لي والله العظيم غير تعبونا معاهم. لذلك شوف النتائج، شوف النتائج السياسيه، كاش وزير يخرج من البوست تاعو زعما يماركي للشعب الجزائري في الميموار تاعهم مثلا ويذكروا بالانجازات اللي دارهم ويبقاو يتفكروا وكذا، خلاص يخرج من البوست انتهى امره. طيب. اسمه مازلتش للاسف، والوقت الوقت انتهى. دكتور حميد علوان شكرا جزيلا لك، الخبير الاقتصادي استاذ الجامعي، كنت معنا عبر خدمه سكايب. شكرا موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه، والى اللقاء.